صباح الخير يا فندم، اسفه لو كنت تاخرت. نازلي شوكه تحسين، من اصول مصريه، من عيله ارستقراطيه كبيره ليها جذور تركيه. بعد ثوره 52 اهلها كلهم هاجروا للخارج، وهناك تعرف ابوها على امها الانجليزيه واتجوزوا. درست علم النفس في الجامعه وكانت متفوقه جدا في دراستها. بعد ما خلصت عملت ماجستير ودكتوراه، وتعينت في نفس الجامعه اللي اتخرجت منها. اتجندت لصالح المخابرات في البلد اللي عايشة فيها، وهي في الجامعة كانت بتشتغل في البداية كمصدر تنقل بيه أخبار ومعلومات عن الطلبة العرب وترشح عملاء من بينهم. بس بعد ما ظهر تفوقها في مجال علم النفس استخدموها إنها تقدر تحلل العملاء وتكشف طبيعة ولائهم ونقط ضعفهم. من حوالي 6 سنين أنهت خدمتها في الجهاز اللي كانت بتشتغل فيه وتحولت معاهم لمستشارة بيستخدموها في حالات معينة. وبعد كده اتحولت لعميلة رئيسية في المخابرات التركية. لسه معاها الباسبور المصري. كانت بتيجي مصر وتروح على فترات متباعدة. لحد من 5 سنين بس بطلت تدخل مصر نهائي. في الحقيقة يا فندم إن هي جت فترة جمدت فيها نشاطها من باب الاحتياط عشان تطمن إن إحنا مش وراها. مع اننا كنا حريصين جدا ان احنا ما نحسسهاش اننا شغالين عليها. ده اللي خلاها بعد كده اطمنت ورجعت تمارس نشاطها بشكل طبيعي. لكن بالرغم من ده فضلت برضه مصره انها ما تدخلش مصر، وده اللي بيتناسب مع طبيعتها الشكاكه والحذره بشكل كبير. نازلي شوكه تحسين، دي مهمتك الاساسيه اللي انت مسافره لها دي. طبعا هتشتغل عليكي. ده اللي المفروض يكون جاهز له كويس جدا. بما انك هتقربي منها بشكل مباشر، محدش قدر يوصل له قبل كده في الجهاز. فتحجب لنا من عندها حاجة مهمة جدا. فهمتي بقى انتي موجودة هنا ليه؟ فهمت. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.